استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على فضائية نورسات الدكتور فارس بريزات رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء في حلقة جديدة بعنوان بتراء مقصد للسياحة والحج، حيث ناقشت الحلقة أهمية هذه المحمية في جلب أعداد كبيرة من الزوار للأردن، إذ يوجد بها 10 كنائس تاريخية موثقة وأهمها الكنيسة البيزنطية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات التي تطرق لها البرنامج. كونوا معنا. هذه الجهود كان لابد من أن تنعكس على تنمية المجتمع الأردني، وأنا عندما بدأت أفكر بما هي المنتجات السياحية التي يمكن أن تكون عامل أساسي في دفع عجلة التنمية، يعني هناك أكثر من 10 أنواع من السياحة التي يمكن العمل عليها، خصوصا في المناطق النائية أو المناطق البعيدة عن المدن. نعم. فكرت بالمقطص مثلا، أو أم بالجمال، أو أم الرصاص، أو أدرح. هذه كلها نسبة عدد السكان اللي فيها قليلة جدا من ناحية، ومن ناحية أخرى زاخرة بالتاريخ، ما ينقصها هو أن تكون موجودة على خرائط السياحة العالمية. نعم. سواء كانت هذه السياحة الثقافية أو غيرها، والسياحة الدينية. من هنا أنا بدأت أفكر مثلا بموضوع كيف يمكن لنا أن نستثمر المغطس للحج المسيحي والسياحة الثقافية أيضا، وبنفس الوقت أن نقوم بتوفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا في حول هذا المنتج السياحي المهم على مستوى العالم. البعد الثاني أنه الأردن بلد يحظى باحترام كبير جدا في العالم، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أفريقيا، في كل مكان. نعم. أمريكا اللاتينية، أينما وليت وجهك ستجد هناك احترام للأردن واحترام للقيادة التي نفخر بها جميعا بأنها قيادة تقود البلد دائما إلى بر الأمان. سيدنا الله يطول عمره، ولي عهده، الحكومة، الكل يعمل ما يستطيع لكي يجنب الأردن الكوارث التي تحيط به في خيط النار وفي طوق النار، والحمد لله برغم كل المصائب التي مرت بها المنطقة الأردن تمكن من أن يجتازها بحنكة، وأيضا دون أن يفرط بالمبادئ الأمة، سواء كان بالالتزام الأخلاقي أو الإنساني أو الديني أو القيمي تجاه القضية الفلسطينية تحديدا، أو عدم قبول احتلال أراضي عربية سواء كانت في العراق أو سوريا أو غيرها. هذه جميعها تؤشر إلى البعد السياسي الدولي للحج المسيحي في الأردن ولزيارة الأماكن الإسلامية، لأنه أنت جزء من هذا الإرث العالمي الذي يؤمن به مليارات الناس، مليارات المسيحيين، مليارات المسلمين. فأنت تتحدث يمكن عن نصف سكان العالم من مسلمين ومسيحيين لهم ارتباط في هذه الأرض من الناحية الدينية، الروحية، العاطفية، القيمية. فهذا يعني وزن سياسي استراتيجي ينبغي ويجب أن يترجم، يجب أن تصل كل هذه الأشياء، كل هذه المعلومات، هذه الأهمية إلى كل بيت مسيحي وإلى كل بيت مسلم في العالم جميعا، في كل أطراف العالم.